الغارات والمعارك الدامية في اليمن متواصلة بين المتمردين الحوثيين الشيعة وموالين للرئيس عبد رب منصور هادي، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط على الأطراف المتنازعة للدخول في حوار لإنهاء الأزمة. الرئيس السابق علي عبد الله صالح دعا حلفائه الحوثيين إلى قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بانسحابهم من المناطق التي يسيطرون عليها، في مقابل وقف ضربات التحالف العربي المستمرة على اليمن منذ شهر. من جهتها الأمم المتحدة تختار الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا لها إلى اليمن خلفا للمغربي جمال بن عمر لمحاولة التوسط في جهود إحلال السلام في البلاد. المعارك في اليمن خلفت أكثر من 90 قتيلا خلال 24 ساعة الماضية و1000 قتيل الشهر الماضي.